مرحبا فيكم أو مرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في صباح الشارقة، وعدنا من جديد في فقرة علاقات زوجية. على الرغم من أن العلاقة الزوجية تقوم على طرفين يتشاركان الحياة، إلا أنه أحيانا يجب على الزوجان إيجاد طرف ثالث بينهما ليكون طرف منصف وأيضا معالجا لبعض الخلافات ومقوما لبعض السلوكيات. فمن هذا الشخص وما هي الصفات التي يجب أن تتوفر به ليساعد هذه العلاقة في الاستمرار؟ حول هذا الموضوع مشاهدينا الكرام يسعدنا أن نستضيف في الاستوديو الأستاذ سيف أحمد، خبير ومستشار التميز والاستراتيجية. صباح الخير أستاذ سيف. صباح النور أستاذ جمال. صباح النور أستاذ أمل، حياكم الله، شاكر تواصلكم معنا في مثل هذه البرامج المتميزة التي تعنى بالأسرة والمجتمع بصفة عامة. نعم. في البداية يعني دائما هناك زوجين، أكيد هناك في تكوين أسرة، في يعني علاقة وطيدة، يعني إذا ما نتكلم عن وجود طرف ثالث في داخل هذه العائلة، هل من السلبيات أم من الإيجابيات؟ أستاذ جمال، العلاقة الأسرية أو المشاكل الأسرية بشكل عام، نعم، هي نتاج طبيعي لأي علاقة بين زوج وزوجة. نعم. وبالتالي أنا أكاد أجزم من خلال خبرة أنه لا تخلو أسرة من مشاكل. نعم. ربما قد تختلف هذه المشاكل بين مشاكل معقدة، مشاكل بسيطة. نعم. ولكن في النهاية هذه المشاكل عادة هي عبارة عن اختلال داخلي داخل الأسرة ناتجة عن نقص في الشعور، نقص في حاجة نفسية، حاجة جسدية بين الزوج والزوجة، أيضا مع الأبناء. هذا الاختلال يؤدي بالضرورة إلى سلوك منافي لأهداف الأسرة والمجتمع. أكيد. وربما السلوك هذا قد يكون في طلاق، قد يكون في انفصال عاطفي إلى آخره. هذه المشاكل أستاذ جمال أستاذ أمل هي في النهاية عبارة عن تحديات. نعم. والأولى على الأسرة المتميزة والأسرة الحكيمة، الأسرة ذات المعرفة العالية في العلاقات الزوجية، الأولى أن تحل مثل هذه الخلافات داخل مكون الأسرة. كما تعلم سيد جمال أنه عادة خروج المشاكل الأسرية إلى خارج نطاق الأسرة ربما نتائجها سلبية أكثر من كونها نتائج إيجابية. هناك الكثير من الإحصائيات، الكثير من الدراسات تثبت على أنه عندما تخرج هذه المشاكل إلى الطرف الثالث إلى الغير تؤدي إلى الانفصال ولا تؤدي إلى الحل. نعم. فأنا أعتقد نعم هناك في بعض المشاكل المستعصية والمشاكل التي هي بحاجة إلى تدخل الطرف الثالث، لكن الأولى والأصل في الخلافات الزوجية أو المشاكل الأسرية بصفة عامة أن تحل هذه المشاكل في إطار الزوج والزوجة وفي إطار الأسرة الواحدة. نعم. أستاذ سيف، مثل ما ذكرت في البداية أي علاقة زوجية أكيد بتمر بالكثير من المشاكل، خلينا نقول التحديات اللي ممكن أن تواجه الزوج والزوجة في العلاقة الزوجية، ومهم كثير دخول الطرف الثالث. ممكن هذا الطرف ممكن يسبب كثير من المشاكل أو يزيد من المشكلة مثل ما تفضلت في البداية. متى ممكن أن يكون هذا الطرف الثالث أنه يعالج هذه المشكلة، وخاصة إذا كان الطرف الثالث يعني قريب على سبيل المثال من الزوجة، أم الزوجة أو أب الزوجة؟ سؤال ممتاز أستاذ أمل. أنا عادة في البداية نجعل الأصل هو القاعدة التي نبني عليها. نعم. المشاكل تحل من خلال الزوج والزوجة. وجود الطرف الثالث أنا وجهة نظري وكذلك وجهة نظر الباحثين والمختصين في شؤون الأسرة بشكل عام لابد من شرط التخصص. إدخال يعني الأقرباء أو إدخال أطراف من أهل الزوجة أو من أهل الزوج في المشاكل الأسرية يؤدي إلى تفاقم المشكلة. حرص الأم أم الزوجة أو حرص الأب أبو الزوجة وكذلك الطرف الآخر، الحرص الزائد على استمرارية مثل هذه العلاقة هو الذي يؤدي إلى ربما المشاكل أو اختلاق المشاكل الجانبية التي تؤدي إلى إذكاء المشكلة وزيادة. نعم. المشكلة فيما بين الزوج والزوجة. عادة إذا كان هناك ولا بد في طرح بعض المشاكل حسب تصنيفاتها، طبعا أرى من وجهة نظري أن يتم طرح مثل هذه المشاكل على جهات مختصة. نعم. جهات استشارية. نعم. جهات معنية بمعالجة مثل هذه الاختلالات داخل الأسرة. تدرون الطرف الثالث عندما يتدخل وعندما يكون في إطار الأسرة الواحدة
كل ينظر من زاوية تخدم مصالحه الخاصة. فالزوجة عادة أو أم الزوجة ترى على أن الزوجة دائما على حق، وكذلك أم الزوج ترى دائما على أن الزوج على حق. صحيح. وبالتالي تقريب وجهات النظر في وجود الطرف الثالث من داخل العائلة أعتقد أنه يزيد المشكلة ولا يساعد على حلها. فبالتالي أرى على أنه إذا لجأنا إلى طرف ثالث، وكانت حتمية علينا أن نلجأ إلى الطرف الثالث، علينا أن نبحث على الاستشاري، علينا أن نبحث على المختص الذي بالفعل قادر على أن يساعدنا على تجاوز مثل هذه المشاكل أو الخلافات الأسرية. نعم أستاذ سيف، يعني كثير من المشاكل العائلية يلجؤون لطرف محايد، خلينا نقول مثلا ينصف ما بين الأثنين، لكن إذا تمت هناك مثلا تزمت في رأي الزوج أو الزوجة أو طرف من الطرفين في عدم قبول مثلا تدخل الطرف المحايد، كيف ممكن احنا نحل المشكله في 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 هذه المساله؟ لان الطرف الثالث صار بالنسبه لاحد الطرفين مشكله بحد ذاتها. يعني. استاذ جمال، فعلا مثل ما تفضلت، مرات قد يكون المستشير لهذا المستشار يعتبر طرف اخر، وبالتالي الطرف سواء كان الزوج والزوجه يجد نفسه قاعد يواجه شخصين. نعم. مو شخص واحد. فمثل ما تفضلت، انا ارى وجهه نظري انه اللجوء الى طرف ثالث لابد ان يكون من خلال الاتفاق بين الطرفين. نعم. احنا اخي جمال نعاني عاده من ارتفاع حالات الطلاق. نعم. والسبب الرئيسي في هذا اقدر اقول لك المعرفة في العلاقات الزوجية. نعم. كانت لنا لقاءات سابقة، وأنا ناديت وكثير من الباحثين أيضا ينادون على رفع المستوى المعرفي لدى الزوج. نعم. والزوجة فيما يتعلق بإدارة شؤون الزوجة. نعم. والشؤون الزوجية وقيادتها نحو الأفضل. أخي جمال، التخطيط عادة عندما يفقد بين الزوج والزوجة. نعم. يؤدي إلى مثل هذه التحديات. نعم. التي يصعب علينا أن نعالجها أو نحلها، وبالتالي احنا نبحث منفردين عن استشاري يحاول حل مثل هذه الاختلالات الأسرية. اعتقد ان الاتفاق فيما بين الزوج والزوجة لتحديد استشاري مختص هو القاعدة التي نبني من خلالها، ونقدر أيضا نطرح مشاكلنا بكل مصداقية، نطرح مشاكلنا أيضا طرح علمي، طرح نفساني طبي واقعي عن الحالة التي نعاني منها، بحيث تكون مخرجات الاستشارة أقدر أقول مقنعة للطرفين، وفي نفس الوقت أيضا ترضي الطرفين. نعم. ولا تزيد المشكلة تعقيدا. نعم. جميل. نعم. غير الاختصاصيين، لأن في بعض الأزواج يعني هناك في مشاكل ممكن نحن نصنفها مشاكل كبيرة، مشاكل صغيرة عفوا ممكن يتجاوزونها، وفي هناك تحديات كبيرة ما يقدرون يتجاوزونها، حتى ممكن في حالة الغضب في هذا الموقف أنهم ما يفكرون بأنهم يستشيرون أو يصيرون عند أخصائي أو استشاري أسري يعالج هذه المشكلة، فيلجؤون إلى الطرف ثالث. هذا الطرف الثالث مثل ما ذكرت ممكن أن يزيد من هذه المشكلة، كيف ممكن نحن نختار الطرف الثالث بحيث أنه يقلل من هذه المشكلة، الطرف يكون محايد يعني؟ نعم أستاذ أمل، الطرف الثالث عادة أنا اشترط فيها التخصص، يعني هذا شرط ضروري. نعم. لابد أن يكون هذا الطرف على حكمة عالية، متخصص في مجال حل المشاكل الأسرية، أيضا الطرف هذا لديه أقدر أقول الصلاحيات للتدخل. نعم. سواء كانت صلاحيات رسمية كونه مرخص من الدولة في محاكم أسرية أو في. نعم. مراكز تنمية أسرية، لكن عادة نصنف إحنا المشاكل التي ربما نلجأ إلى هذا الاستشاري من خلال المشاكل الأسرية كثيرة جدا. نعم. وبالذات المشاكل فيما بين الزوج والزوجة، ومثل ما أسلفت أنه كل الأسر اليوم توجد فيها مشاكل. صحيح. وعلى صحيح. فكرة هذه أعتقد أنها شيء طبيعي وظاهرة. نعم. صحية، عندما توجد خلافات على الأبناء، عندما توجد خلافات. صحيح. على موضوع الصرف الأسرة، عندما توجد. نعم. خلافات على كثير من الأمور أعتقد أنها ظاهرة صحية. نعم. لكن الأولى بنا اليوم عندما نوصل إلى بعض المشاكل المستعصية. نعم. التي يصعب علينا حلها، وعادة أستاذ جمال أستاذ أمل المشاكل تقريبا المستعصية تختلق في الأسرة في خلال الخمس السنوات الأولى. نعم. أولا لازال الزواج حديث، ثانيا هناك من المشاكل التي تتفاقم مع الـ مع, الـ. نعم. مع الاستمرارية، ولكن عند التصنيف نصنف المشاكل الأسرية إلى ثلاث حالات. نعم. الحالة الأولى هي الانقطاع أو الطلاق العاطفي يسمى. نعم. إذا كان هذا الانقطاع فيما بين الزوج والزوجة وعدم الاتصال يؤدي إلى استمرارية عدم الاتصال لفترة أطول، أنا أعتقد أنه على الزوج وعلى الزوجة أن يلجون إلى شخص مختص لمعالجة مثل هذا عدم التواصل. نعم. أيضا الجانب الآخر
أعتقد أنه عدم المعرفة الكافية لدى الزوج والزوجة بمعالجة بعض المشاكل. لا ضيم نستشير مختص بحيث أنه يعطينا أساسيات أو على الأقل آليات حل بعض المشاكل التي ربما تكون في وجهة نظر الزوج والزوجة كبيرة جدا، ولكنها في وجهة نظر الاستشاري بسيطة وممكن تحل بإجراء بسيط أو معالجات بسيطة. كذلك إذا وصلنا إلى مرحلة الانفصال، إذا وصل الزوج والزوجة إلى أنه الحلول استنفذت، لم يكن أمامنا إلا الطلاق أو الانفصال، أنا أوصي أنه على الزوج والزوجة عدم الإقبال على مثل هذه الحالة والرجوع إلى استشاري مختص، بحيث أنه ربما إن شاء الله يكون سبب في عودة المياه إلى مجاريها فيما بين الزوج والزوجة. إن شاء الله. أستاذ سيف يعطيك الصحة والعافية. طبعا نحن شاكرين لك تواجدك معنا اليوم في استديو صباح الشارقة، شكرا لك. الله يعطيكم العافية، جزاكم الخير. كنت أبغي أركز على نقطة أنه ربما في إمارة الشارجة هي الإمارة الوحيدة على مستوى الدولة وربما على مستوى الإقليم التي توجد فيها محكمة للأسرة، محكمة مختصة خارج المحاكم العادية للنظر في مثل هذه الأمور، ويوجد لديها الكثير من المختصين والاستشارين المعنيين بحل مثل هذه الخلافات الأسرية. الحمد لله، يعطيك الصحة والعافية. إذن مشاهدينا كل الشكر والتقدير مرة أخرى للأستاذ سيف أحمد، خبير ومستشار التميز والاستراتيجية، على هذه المعلومات القيمة والمفيدة. كانت هذه نهاية فقراتنا وحلقتنا، على أمل ألقاكم إن شاء الله في حلقة جديدة، ومع السلامة. شكرا أستاذ سيف، وأيضا مشاهدينا الكرام تقبلوا تحيات أخوكم جمال السميطي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.